السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. في هذه الحصة سوف نتعرف على النوع الرابع من أنواع القوى، وهي قوة الاحتكار. تعرفنا في الحصة السابقة على أنواع القوى، حيث تعرفنا على قوة الجاذبية الأرضية، وكذلك تعرفنا على قوة الشد، وتعرفنا أيضا على قوة التلامس العمودية. في هذه الحصة سوف نتعرف على قوة الاحتكار. فما المقصود بقوة الاحتكار؟ وما هي أنواع قوة الاحتكار؟ إذا قوة الاحتكار هي القوة التي تنشأ نتيجة تلامس سطحين مع بعضهما البعض. طبعا هذه القوة تنشأ من تلامس السطحين مع بعضهما البعض نتيجة تداخل الرتوات مع بعضهما البعض. أي سطح موجود له رتوات، فما المقصود بالرتوات؟ الرتوات هي عبارة عن البروز الموجودة على السطح، وهذه الرتوات تختلف من سطح إلى سطح آخر، حيث أن طبيعة هذه الرتوات تعتمد على طبيعة السطح. وبالتالي قوة الاحتكار هي القوة التي تنشأ نتيجة تداخل رتوات سطحين مع بعضهما البعض. إذا لكل جسم أو لكل سطح في رتوات وبروز، وبالتالي تداخل هذه الرتوات مع بعضهما البعض يولد ما يعرف بقوة الاحتكار. وبالتالي أستطيع تعريف قوة الاحتكار على أنها هي القوة التي تنشأ من تداخل رتوات سطحين متلامسين وتعتمد على طبيعة السطح. وقلنا أن هذه الرتوات أو هذه البروز تعتمد من سطح أو تختلف من سطح إلى سطح آخر. وبالتالي وجد أن قوة الاحتكار تتناسب تناسبا طرديا مع قوة التلامس العمودية. كيف يتم ذلك؟ نجد أن قوة الاحتكار تتناسب تناسبا طرديا مع وزن الجسم، بمعنى أنه كلما زاد وزن الجسم زاد تداخل الرتوات مع بعضهما البعض. وكذلك تعرفنا على أن العلاقة، أي أن قوة التلامس العمودية تساوي الوزن عندما يكون السطح أفقي. وما دام أن قوة الاحتكار تتناسب طرديا مع الوزن، فهي بالتالي أيضا تتناسب طرديا مع قوة التلامس العمودية. أرمز إلى قوة الاحتكار برمز F، وهنا F تتناسب تناسبا طرديا مع قوة التلامس العمودية، ومنها تصبح F قوة الاحتكار تساوي ميو في N، حيث تمثل ميو معامل الاحتكار. وبالتالي أصبح لدي صيغة رياضية لقوة الاحتكار من إيجادها من خلال خواص الضرب معامل الاحتكار ضرب قوة التلامس العمودية. طب كيف أستطيع إيجاد قوة التلامس العمودية؟ طبعا كما تعرفنا في الحصة السابقة على أن قوة التلامس العمودية تساوي الوزن إذا كان السطح أفقي، بينما تساوي مركبة الوزن إذا كان السطح مائل. وبالتالي إذا F قوة الاحتكار تساوي ميو في N، حيث F قوة الاحتكار ميو معامل الاحتكار N قوة التلامس العمودية. وبالتالي الآن نريد أن نتعرف على أنواع قوة الاحتكار. يوجد نوعين من قوة الاحتكار، قوة الاحتكار السكوني وقوة الاحتكار الحركي. ومن لفظ كلمة قوة احتكار سكوني نجد أن هذه القوة تنشأ في حالة السكون، أي عندما يكون الجسمين المتلامسين ساكنين ليس في حالة حركة. طبعا قوة الاحتكار السكوني تكون هي قوة متغيرة، بمعنى أنها تزداد كلما زادت القوة المؤثرة عليه. وبالتالي أستطيع تعريف قوة الاحتكار السكوني هي القوة التي تنشأ من تلامس سطحين، الشرط الأساسي أن يكونا ساكنين، السطحين ساكنين المتلامسين، وهي قوة متغيرة، بمعنى تزداد كلما زادت مقدار القوة المؤثرة عليها والقوة الخارجية طالما بقي الجسمين ساكنين، وتبلغ قيمتها القصوى عندما يكون الجسم على وشك الحركة، بمعنى أن أكبر قيمة لقوة الاحتكار السكوني عندما يكون الجسم على وشك الحركة، وكأنه يبدو بداية الحركة حركة الجسم، تكون هي أكبر قيمة لقوة الاحتكار.
وبالتالي أجد أن قوة اعتكاف السكون تكون قيمتها كبيرة. لماذا؟ لأنه في حالة السكون تكون يوجد زمن كافي لتداخل النتوءات في حالتي السكون، وبالتالي تكون قيمة قوة الاعتكاف السكوني كبيرة وتبلغ قيمتها القصوى عندما يكون الجسم على وشك الحركة. ومنها أستطيع استنتاج الصيغة الرياضية لقوة الاعتكاف السكوني من خلال القانون العام لقوة الاعتكاف، قلنا F تساوي ميو في N، وطالما قلنا الآن نميز بين الاعتكاف السكوني والاعتكاف الحركي، بحيث أصبحت الصيغة الرياضية لقانون قوة الاعتكاف السكوني FS تساوي ميو S N، F static يعني force static يعني قوة الاعتكاف السكوني، ميو S static معامل الاعتكاف السكوني في ان ايضا تمثل قوه التلامس العموديه. وبالتالي طالما طلب مني قوه الاعتكاف السكوني هنا بستخدم معامل الاعتكاف السكوني. والان نريد ان نتعرف على قوه الاعتكاف الحركي من لفظ كلمه حركه، بمعنى ان لدي جسمين يجب لكي استطيع ايجاد او يتولى قوه الاعتكاف الحركي يجب ان يكون الجسمين متحركين او احدهما على الاقل متحرك. قد يكون الجسمان متحركين او قد يكون احدهما متحرك. وبالتالي قوه الاعتكاف الحركي هي القوه التي تنتج نتيجه تلامس جسمين احدهما على الاقل متحرك. ودائما اعزائي الطلاب تكون قوه الاحتكاك معاكسه لاتجاه الحركه، بمعنى ان قوه الاحتكاك هي قوه مانعه للحركه. فمثلا اذا كان جسم يتحرك باتجاه الشرق فتلقائي قوه الاحتكاك تكون باتجاه الغرب، دائما تكون معاكسه لاتجاه الحركه. ومنها استطيع تعريف قوه الاحتكاك الحركي هي القوه التي تنشا من تلامس سطحين احدهما على الاقل متحرك، وتكون باتجاه معاكس لاتجاه الحركه لانها قوه مانعه لحركه الجسم. ايضا نستطيع استنتاج الصيغه الرياضيه لقوه الاحتكاك الحركي، بحيث تساوي F كاينتك تساوي U كاينتك في N، اي ان قوه FK قوه الاحتكاك الحركي تساوي معامل الاحتكاك الحركي ضرب قوه التلامس العمودية، ضرب قوة التلامس العمودية. وهنا دائما قوة الاحتكاك السكوني تكون أكبر من قوة الاحتكاك الحركي. لماذا؟ لأن لوجود زمن كافي لتداخل النتوءات أثناء السكون، بينما أثناء الحركة تكون لا يوجد زمن كافي لتداخل النتوءات، لأن الجسمين أو أحد الجسمين يكون متحرك، وبالتالي لا تأخذ الوقت الكافي للبروز الموجودة على أحد أو على الجسمين في التداخل، وبالتالي تكون قوة الاحتكاك الحركي أقل من قوة الاحتكاك السكوني. وهنا لدي سؤال علمي، قوة الاحتكاك السكوني أكبر من قوة الاحتكاك الحركي، لماذا؟ لأن وجود زمن كافي لتداخل النتوءات أثناء السكون، بينما أثناء الحركة لا يوجد زمن كافي لتداخل النتوءات، وبالتالي تكون قوة الاحتكاك السكوني أكبر من قوة الاحتكاك الحركي. ومنها استنتج أن معامل الاحتكاك السكوني أكبر من معامل الاحتكاك الحركي. وهنا أعزائي الطلبة نريد أن نوضح العلاقة بين القوة المؤثرة الخارجية وقوة الاحتكاك، بمعنى هذه علاقة تمثل قوة نوعي قوة الاحتكاك للجسم أثناء السكون وأثناء الحركة. هنا ألاحظ أثناء السكون نجد أنه كلما زادت القوة الخارجية المؤثرة تزداد قوة الاحتكاك السكون، علاقة طردية هنا تبلغ القيمة القصوى لقوة الاحتكاك السكوني. وبالتالي هنا هذه المنطقة يكون الجسم على وشك الحركة وهي أكبر قيمة لقوة الاحتكاك السكوني. لماذا؟ لأن قلنا وتبلغ قيمتها القصوى عندما يكون الجسم على وشك الحركة.
وبالتالي لا زال القوة الخارجية المؤثرة على جسمين ساكنين تزداد قوة الاحتكاك، طالما أنهما بقيا ساكنين تزداد قوة الاحتكاك السكوني حتى يصبح الجسم هنا على وشك الحركة. بعد ذلك إذا تحرك الجسمين أو أحدهما فإن انضاف قوة الاحتكاك إجمالا نزل المنحنى قليلا وبالتالي تقل، وهذا يدل على أقل من قوة الاحتكاك السكوني. بعد ذلك إلى حد ما تثبت قوة الاحتكاك إذا تحرك الجسم بسرعة ثابتة. إذا هذه الرسمة توضح العلاقة بين القوة المؤثرة وقوة الاحتكاك، هنا المنحنى هذا يمثل الاحتكاك السكوني، هنا ضربة أو الجسم يكون على وشك الحركة وهي ضربة قوة الاحتكاك السكوني، هذا المنحنى يمثل قوة الاحتكاك الحركة. بهذا أعزائي الطلبة نكون تعرفنا على قوة الاحتكاك وأنواع قوة الاحتكاك وكيفية إيجاد مقدار قوة الاحتكاك والعلاقة بين القوة الخارجية المؤثرة وقوة الاحتكاك. بهذا نكون قد انتهينا من